السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم راح نشوفوا كيفية التسجيل في لو تي اس أو ليكول دو تكنولوجي سوبيريور لونيفرسيتي دو كيبيك. إذا راح نحط لكم رابط المدرسة في صندوق الوصف باش نسهلكم عملية التسجيل. وإذا هنا راح تضغطوا مباشرة على ديبوزي اون دوموند دادميسيون، تضغطوا عليها وبعد تخرج لكم صفحة جديدة. هذا أول طلب راح نديروه. إذا on va cliquer sur nouvelle demande كما راكم تشوفوا، وهنا راح نبداو في la création d'un compte وندخلوا المعلومات الخاصة بنا. إذا عندنا اللقب، الاسم، لادريس كوريال. إذا نبداو نعمروهم. إذا هنا درنا اللقب، الاسم، لادريس كوريال دو فوا، un mot de passe نديروه نشفوا عليه بطبيعة الحال، يعني نوصيكم أنكم تكتبوه على ورقة أو كراس باش ما تنساوش المود باس تاعكم. هنا نضغطوا على جو سوي با ان روبو، وهنا نضغطوا على كريي ان كونت. وكما راكم تشوفوا تجينا نافذة جديدة. إذا هنا في شوازيغ لو بروغرام دون لوكيل فو سويت اتر ادمي. إذا هنا راح نخيرو لوتون 2023. اون فا شوازيغ لو سيكل، اون فا شوازيغ بروميي سيكل. بطبيعة الحال كل واحد يخير لو سيكل اللي حاب يسجل فيه. هنا vous allez le programme. Par exemple, on va choisir baccalauréat en génie de la construction. كمثال فقط بطبيعة الحال. Régime d'études toujours temps plein. لأنه احنا الهدف أنه تحصلوا على الإقامة الدائمة بعد يعني نهاية الدراسة بفترة معينة. إذا لازم toujours temps plein باش ما نغلطوش. ونضغطوا على suivant. هنا نديرو البلد تاعنا جيري. كل واحد يدير البلد تاعو، يدير الدبلوم اللي تحصل عليه في بلد الأصلي، يدير التخصص تاعو، يدير ليتابليسمون تاعو، ويدير la date d'obtention du diplôme. هنا par exemple on a obtenu le diplôme. الناس اللي مازال تيتقرا par exemple راهي في الدوزيام اني ولا الثروازيام اني، اذا يدير a obtenir ou la envoi d'obtention. الناس اللي حبست الدراسه ne sera pas obtenu بطبيعه الحال. اذا احنا نديرو obtenu. la période de fréquentation وقت بدينا نقراو وقت كملنا في هذا المكان. نديرو كمثال فقط، مثلا 2018 حتى سبتمبر 2021، admettons 2021. يعني كل واحد يدير الحالة تاعو بطبيعة الحال. date d'obtention نديرو par exemple octobre 21. هنا عندك لي ريزولتا اكاديميك، دونك هنا نديرو la moyenne sur 20. ok par exemple نديرو 12 13 اكسيتيرا. كل واحد يدير المعدل اللي تحصل عليه في كل سنة. اوكي ومن بعد يدير اجوتي. اذا هنا عندكم ملخص تاع المعلومات اللي درتوهم بطبيعة الحال. كش ما كاين غلطة نديرو موديفيي. سي اون فوا اجوتي دي زيتود، يعني اذا عندنا ديبلوم ان اوتر ديبلوم ثاني اون فوا لاجوتي با دو سوسي. دونك كل واحد يعني حاسب الحالة تاعو. نضغطو على سويفون، ننتظر قليلا. هنا نكملو par exemple la date de naissance. il demande on a la date de naissance donc on حطو la date de naissance sans problème. اذا ذكر او انثى. la langue maternelle، اللغة الام يعني. langue d'usage on va mettre le français. code permanent du ministère هذا امر ما يعنيناش لانه ما قريناش من قبل في كيبيك. نفس الشيء بالنسبة لو كود بيرمانون اي تي اس جامي سجلنا دونك ما عندناش لو كود بيان ايفيدامون. نضغطو على سويفون. لو ليو دو نيسونس مكان الازدياد، اذا نديرو اترونجي. ستاتو ليغال او كندا، دونك حنا كون يعطيونا لو بيرمي ديتود نوليو على بيرمي ديتود، مي حاليا ما عندناش. بي سيتوانتي الجنسية تاعك الجيري. بي دو نيسونس الجيري. ville de naissance مدينة الازدياد. وتضغط على سويفون. اذا هنا النيميرو سيفيك، الناس اللي متعرفش النيميرو سيفيك سي لادريس تاعكم. اوكي سي يعني العنوان فقط، ادريس اون فادير.
باسكو جاتني أسئلة فيما في هذا الإطار. Problème, c'est que le pays, c'est pas le Canada. Ok, c'est pas le Canada, c'est Algérie. Voilà, adresse. Un acte, l'adresse où est là, c'est dans la deuxième ligne. Musée de téléphone, par exemple. Ok, on a sorti la suivante. Le champ. Arrondissement, ok, il n'y a pas de problème. Et là, on a qu'on dit l'achat ou la mkmlouch mlih. On remplit si mlih le formulaire. Alors, il خرجنا يعني une alerte. Nom de votre parent 1, ok, il n'y a pas de problème. Donc, à l'aqab ta'a. الأب والاسم تاعو نفس الشيء بالنسبة للأم. الأم كيف كيف نديرو ليان بارونتي مير ونضغط على سويفون. Voilà, إذا كان عندنا un emploi, on va ajouter un emploi. إذا كان ما عندناش un emploi, on va cliquer directement sur suivant. هنا كما راكم تشوفوا يطلبوا منا يعني le test de français, par exemple, هنا le DALF. لازم يكون عندك على الأقل C1 ولا الدلف عندك C2 ou plus. كاين aussi le résultat du test de français international TFI supérieur à 800 points. كاين le test de connaissance du français, le TCF, de C1, C2 et plus, يعني يكون عندك مستوى يعني جيد جدا، لأنه عادة في برامج الهجرة يطلبوا على الأقل مستوى B2، هنا كما راكم تشوفوا C1 C2 معناها يعني يكون مستوى أحسن من يعني أنك راح تدير برنامج هجرة. إذا هنا لازم أون فالاجوتي، أون فار جوست أن إكزومبل، سيليكسيوني، نضغط على سويفون. هنا يطلبوا منا ان سيرتيفيكا دو نيسانس. اوكي سيرتيفيكا دو نيسانس نديرو كمثال فقط هكذا. سيرتيفيكا دو نيسانس سوفغاردي. ديبلوم ادميسيبل نفس الشيء وزالي لي زاجوتي لي ديبلوم اللي عندكم. نضغط على سوفغاردي. Les relevés de notes, نفس الشيء لازم تزيدوا les relevés de notes. OK. On va la sauvegarder. Le TCF تاعكم ثاني. إذا هنا قبل يعني تسجلوا في هذه ليكول لازمكم le TCF بمستوى C1 أو C2. يعني مستوى جيد جدا. نضغط على suivant. On dit on a droit à j'accepte les conditions, on a droit à la suivant. On a 9 chez nous allons cocher où j'accepte les conditions, on a droit à la suivant. Là j'accepte les conditions bien évidemment et j'appuie sur suivant. J'accepte les conditions, on a droit à la suivant. Et là on a le diplôme les habin se jouer pour la session d'automne 2023 baccalauréat en génie de la construction. Et là on a il va quand même fiche charta. ننزلو مباشرة هنا. هذا يعني الملخص تاع لا دومون تاعنا. إذا كاين أخطاء ممكن تصحوها بطبيعة الحال. وهنا نضغط على سويفون. هنا لحقوا المرحلة الأخيرة وهي مرحلة دفع مستحقات دراسة الملف تاعنا. إذا هنا راح نحطوا le numéro تاع la carte bancaire ولا le titulaire de la carte. déjà c'est اسم ولقب الشخص يعني اللي عنده la carte bancaire. رقم la carte bancaire c'est chiffre. le mois d'expiration l'année d'expiration. le code de sécurité تلقاو على ظهر البطاقة. التكلفة هي 128 دولار كندي يعني non remboursable يعني كتسلكوها حتى وإن تم رفض طلبكم يعني ما تقدروش تريكيبيري. وهذو لي 128 دولار كي تكملوا كل المعلومات الخاصة ببطاقة الدفع ولا كارت فيزا ماستر كارد. هنا تضغطوا على باي اي سوميتر لا دوموند وهنا تكونوا كملتوا عملية التسجيل بنجاح. إذا
إذا كان عندكم أسئلة تقدروا تخليوها في لا سيكسيون كومنتير لا فيديو، ونقول لكم بالتوفيق للجميع وإلى الملتقى إن شاء الله. مع السلامة.